التوتر الذي يخيم على شبه الجزيرة الكورية تجدد بإعلان كوريا الشمالية اختبار إطلاق صاروخ كروز استراتيجي جديد، وصفته بأنه جزء من أنشطتها العادية والإلزامية لتطوير وتحديث أنظمة الأسلحة، مؤكدة أن إطلاق الصاروخ لم يؤثر على سلامة الدول المجاورة ولا علاقة له بالأمن الإقليمي. من جانبه أكد الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر، مشيراً إلى أن واشنطن وسيول تقومان بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق. ويعد هذا أول إطلاق لصاروخ كروز تقوم به كوريا الشمالية منذ أواخر العام الماضي، وعلى الرغم من أن إطلاق الصاروخ لا يعد انتهاكاً مباشراً لقرارات مجلس الأمن التي تحظر على بيونغ يانغ استخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية، إلا أن سيول وواشنطن تريان أنها تشكل تهديداً خطيراً لأمن أي دولة لقدرة هذه الصواريخ على حمل رؤوس حربية نووية. وعقب إعلان كوريا الشمالية عن الإطلاق الجديد لم يتأخر الرد الجنوبي، حيث أعلنت سيول البدء في إنتاج طائرات مسيرة متوسطة الارتفاع لتعزيز مراقبتها العسكرية لبيونغ يانغ، وتوقعت أن تساعد طائرات المراقبة الجديدة والتي تستطيع التقاط صور عالية الدقة من مسافات تتجاوز 100 كيلومتر في تعزيز قدرات المراقبة والاستطلاع للجيش الكوري الجنوبي. وتشهد العلاقات بين الجارتين تدهورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مع إطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا تجسسيا نهاية العام الماضي وإجراء اختبارات للأسلحة، إلى جانب التصعيد في خطابها شديد اللهجة ضد كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.